النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت. منصة أبواب التعليمية. المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا في الأردن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه النشرة سنستعرض تفاصيل المنخفض الجوي الذي يتوقع أن تتأثر به المملكة خلال الأيام القادمة، تحديدا خلال النصف الثاني من الأسبوع الحالي. خلال نهار اليوم ستكون أجواء ربيعية، ارتفعت درجات الحرارة بشكل لافت. درجات الحرارة كانت أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، لكن هذه الأجواء ستتغير بشكل جذري اعتبارا من مساء يوم الثلاثاء مع وصول منخفض جوي وكتلة هوائية قطبية شديدة البرودة. سنستعرض تفاصيلها في هذه النشرة. المحاور الرئيسية التي سنستعرضها في هذه النشرة ستكون حول الانقلاب الجذري المتوقع للأجواء خلال الأيام القادمة. منخفض جوي تم تصنيفه، سنستعرض تفاصيلها أيضا في هذه النشرة، وتفاصيل حركة المنخفض الجوي من يوم الاثنين وحتى وصوله إلى المملكة. نستعرض الآن تفاصيل هذا المنخفض الجوي الذي تم تصنيفه على أنه من الدرجة الرابعة، وهي درجة العاصفة الشتوية. كمية الأمطار المتوقعة أن تهطل ستكون حوالي 100 ملم. سرعة حبات الرياح ستكون قوية حوالي 100 كم في الساعة. عدد المناطق المشمولة هي معظم المناطق، يتركز خاصة في المنطقة الشمالية والوسطى من المملكة. مدة التأثير ستكون حوالي 60 ساعة من مساء يوم الثلاثاء وحتى يوم الجمعة. درجات الحرارة خلال ساعات النهار ستكون ما بين الدرجتين تحت الصفر والأربع درجات مئوية. أما الثلوج ستكون حاضرة في المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 900 متر، يتدنى الارتفاع في بعض الفترات ليصل إلى 700 متر، وربما دون ذلك لفترات قصيرة. نستعرض الآن حركة هذا المنخفض الجوي وأين يتمركز وأين يتحرك خلال الأيام القادمة. هذه الخريطة تمثل للمنخفض الجوي ليوم الاثنين يوم غد بإذن الله. الكتلة الهوائية القطبية تنزل باتجاه وسط البحر الأبيض المتوسط. يبدأ المنخفض الجوي بالتشكل هنا في جنوب اليونان، يترافق بهذه الجبهة الهوائية الباردة، تسبقه الجبهة الهوائية الدافئة، وبالتالي درجات الحرارة يوم الغد بالرغم من انخفاضها لكن تبقى أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، هي ناتجة عن تأثر المملكة بالجبهة الهوائية الدافئة في مقدمة هذا المنخفض الجوي. يوم الثلاثاء يتحرك هذا المنخفض الجوي، يتركز إلى الغرب من جزيرة قبرص، تتحرك معه الكتلة الهوائية القطبية شديدة البرودة، وأيضا تقترب من المملكة الجبهة الهوائية الباردة المرافقة له، لكن تبقى المملكة تحت تأثير الجبهة الهوائية الدافئة خلال ساعات النهار من يوم الثلاثاء. تنخفض أيضا درجات الحرارة يوم الثلاثاء لكن تبقى أعلى من معدلتين مثل هذا الوقت من العام. لكن اللافت بالانتباه خلال يوم الثلاثاء هي الرياح الجنوبية الغربية النشطة في المنطقة الجنوبية والشرقية التي تعمل على إثارة الأتربة والغبار. ليلة الثلاثاء على الأربعاء تعبر الجبهة الهوائية الباردة المرافقة لهذا المنخفض الجوي. تبدأ التأثيرات الفعلية لهذا المنخفض الجوي، تبتعد الجبهة الهوائية الدافعة عن المنطقة، تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير. عبور الجبهة الهوائية الباردة ينتج عنه هطول زخات غزيرة من الأمطار، يتوقع أيضا أن تكون أو تترافق مع زخات من البرد، وأيضا حدوث الرعد والبرق ونشاط كبير في سرعة الرياح. يوم الأربعاء بإذن الله تتعمق هذه الكتلة الهوائية القطبية، تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير وملموس. الهطولات المطرية تكون حاضرة في أغلب مناطق المملكة، تكون خاصة في المنطقة الشمالية مستمرة لكن متقطعة في المنطقة الوسطى والجنوبية. لكن مع انخفاض درجات الحرارة وسيطرة هذه الكتلة الهوائية القطبية في عموم المناطق، تكون الهطولات عبارة عن زخات ثلجية في عموم مناطق المملكة، تكون مستمرة ومتواصلة في المنطقة الشمالية لكن تكون متقطعة في المنطقة الوسطى والجنوبية من المملكة خلال ساعات نهار يوم الأربعاء. لكن اعتبارا من ساعة مساء يوم الأربعاء وليلة الأربعاء على الخميس تشتد الهطولات، تتحسن فرص هطول زخات الأمطار، تتحسن فرص هطول زخات الثلوج، تصبح الثلوج أو زخات الثلجية والمطرية متواصلة ومستمرة في المنطقة الشمالية والوسطى والجنوبية. يتدنى ارتفاع تساقط الثلوج خلال ليل الأربعاء على الخميس ليلامس 700 متر،
عن مستوى سطح البحر، ربما ما دون ذلك في فترات قصيرة من ليلة الأربعاء على الخميس. يوم الخميس بإذن الله تستمر الأجواء الباردة بالسيطرة في عموم مناطق المملكة، لكن يرتفع مستوى تساقط الثلوج قليلا. سنستعرض تفاصيل يوم الخميس بإذن الله خلال النشرات اللاحقة بإذن الله. نعود الآن للعاصمة عمان والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث تسود أجواء ضبابية، ارتفاع كبير في نسب الرطوبة السطحية، 7 درجات مئوية كحرارة دنيا الملموسة، 7 رطوبة مرتفعة، والرياح تكون غربية خفيفة السرعة. بالنسبة للتوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة، نبدأها بيوم الاثنين. يوم الاثنين يستمر الطقس مستقر، تفرق لبعض الغيوم، 16 درجة مئوية كحرارة عظمى الصغرى 6 درجات. يوم الثلاثاء يقترب هذا المنخفض الجوي من المملكة، لكن تستمر الأجواء نوعا ما مستقرة، تتفرق بعض الغيوم غائم جزئي 15 درجة مئوية. لكن اعتبارا من ليلة الثلاثاء بإذن الله تبدأ الجبهة الهوائية الباردة المرافقة لهذا المنخفض الجوي بالعبور، تصبح الأجواء عاصفة ماطرة رعدية، أيضا تعطل زخات من البرد في شمال ووسط وجنوب المملكة بإذن الله، مع انخفاض كبير و11 درجات الحرارة، 3 درجات مئوية فقط كحرارة دنيا. يوم الأربعاء تتعمق هذه الكتلة الهوائية الباردة والقطبية، درجات الحرارة تهوي إلى 4 درجات مئوية فقط كحرارة عظمى، أما الصغرى درجة مئوية واحدة فقط. لكن لنعيد المعلومة، يوم الأربعاء بإذن الله خلال ساعات النهار الهطولات الثلجية ستكون مستمرة ومتواصلة في المنطقة الشمالية على ارتفاع 900 متر، لكن تكون متقطعة في المنطقة الوسطى والجنوبية. لكن اعتبارا من ساعات المساء والليل من ليلة الأربعاء على الخميس تصبح الهطولات الثلجية متواصلة أيضا بالمنطقة الوسطى والجنوبية، ويتدنى ارتفاع تساقط الثلوج ليصل ويلامس 700 متر، وربما دون ذلك لفترات قصيرة. بهذا ننهي نشرتنا، للقاء.